السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما وعدتكم قلت لكم السبت ان شاء الله غنحاول نزل لكم واحد الفيديو اللي عاوتاني غيكون خفيف، فيه كلكو موديل نبداو بهم في انتظار انني نبارطاجي معكم الكسيوات ان شاء الله. فنبداو مع اول قطعه اللي مصوليه، نخليكم مع الفيديو. كما قلت لكم هذه اول قطعه اللي كاينه في الفيديو، هي مصوليه اون ليكيداسيون توتال. فيها لا كولور ديالها سي لو فير ايمرود، راه يبان بلو ولكن هو راه سي دو فير. هي الي سامبل، كريب ديالها راه رقيق، وفيها هنا هاد الموزون اللي خرج بيان سور على مود. الوغ بالنسبه لا طاي ديالها، لا طاي 46 ولكن فريمون 46 اللي هي صغيره، كتجي حد الركبه، كتجي افيك ان بونطالون نوار بلون، كتجي مزيونه. وبالنسبه للثمن ديالها كما قلت اون ليكيداسيون ب 180 درهم، تلبسها 44 كبيره او 46 صغيره. القطعه الثانيه كاينه هاد لا تونيك في الغوز انديان، كما كتشوفوا فيها القدام هاد بحال الشبيكه اون بلون اي اون غوز. الوغ بالنسبه لهادي لا طاي ديالها مكتوبه طاي 40 ولكن حتى هي 40 صغيره، يعني تلبسها 38 او لا 40 صغير. فوالا فيها لو بلون اي لو روز انديان، ومن اللور فريمون اي لي سامبل من اللور. هانتوما شي علاش قلت لكم راه فريمون سي با 40 تا 100%، حيت راها من هنايا ما وافياش بزاف. الوغ بيان سور كميمات ديال لا شوميز ان بوتون، وهنا فيها سنيسلا، وهذا كما قلت لاصق فيها من القدام بيان سور. الوغ بالنسبة لهاد لو موديل كيبقى 280 درهم، طاي 38 40، 280 درهم. وغنخلي ليكم جانبا كيفاش كيجي في اللبسة. إوا هادي محبوبة الجماهير، راه جبتها وعاود جبتها، وكانت توصيتوني البنات العام اللي فات باش نزيدكم منها، بليطو ماشي العام اللي فات ما إنما في الصيف اللي فات، ولكن ما كنتش لقيتها. فأنا ديكو بانت ليا كاينه راه انايا عاود جبتها. كما كتشوفوا فيها هاد الفصاله هكايا، الثوب ديالها كريب مبارد ونازل زوينه. هاد لا شوميز كاينه من التحت، فوالا راه هي. وهاد لو دوزيام تروك اللي فوق منها راه طويول شويه كيكا على التحتاني، كتجي رائعه في اللبسه مع ان بونطالون بيج، ان بونطالون نوار ولا ان بونطالون بلون. الوغ بالنسبه لهادي سي لا تاي 44 و لو بري ديالها 350 درهم. البنات لي تونيك هاد العام راه تزادوا فيهم شويه الاثمنه، سكيفي غتقدروا تلاحظوا كاين شي فرق بين الصيف اللي فات وهاد الصيف خارج عن الاراده، لان فريمون لي بري كاملين طلعوا. فهادي 350 درهم، لا تاي 44، كريب نازل ولا مارك غنيه عن تعريف. نبداو في لي دو بياس اللي وعدتكم بهم على بركه الله. الوغ اول دو بياس كاين هو هاد الموديل اللي هو في لو فير سيترون، لا شوميز ديالو اون بلون كاريمون، طولات لا شوميز راه قصر من لو جيلي، ولو جيلي كيتشد بهاد السداده هنايا، وبيان سور في هاد الحزيم لو رابيل ديال نوار كاين هنا، و لو كابوشون هاد لو ستيل. الوغ بيان سور هادي ديال الصيف، لا شوميز بلانش كريب بارد، وهذا داك الكريب اللي كيكون شويه شحرش. الوغ بالنسبه لهادي سي لا تاي 44 ولكن 44 صغيره، يعني تلبسها 44 صغيره اولا كاريمون 42. كما كتشوفوا الجيلي راه فيه الفتيحات، كتجي افيك ان جين ان بونطالون نوار ولا بلون، كتجي رائعه في اللبسه. و لو بري ديالها 350 درهم، 350 درهم، يعني زوينه دو بياس محترمه، و لو ستيل ديالها زوين. ندوزو لدو بياس ثاني مع هاد القطعه الرائعه، فريمون زوينه. لو جيلي راه اون بلو، فيه هذاك لو زيكزاك، فيه دي بوش هنايا كما كتشوفوا. بالنسبه لي بوتون فيه ان سول بوتون، فوالا فيه هاد لو كول بحال هكا غزال. ولا شوميز ديالو ماشي بلون شويه بحال لو بيج، غزال غزال فريمون زوين في اللبسه، من اللور سامبل كما كتشوفوا، فيه الخراط بيان سور.
الوغ راه اكيد غادي نخليه لكم جانبا باش تشوفوا كي كيجي مع اللبسه فيك ان بونطالون بلو جين بلون كيجي رائع. الوغ بالنسبه لهذا هذا سي لا تاي 42، ولكن كما كتشوفوا لاحظت بان 42 ديالو راه كبيبره. كنظن لما كانش اشكال في القميجه التحتانيه راه تقدر تلبسو حتى مولات 44، لان هاد لي دو بياس لاحظت بان فيهم مشكل في لي تونيك لتحت. اغلبيه ديال لي تونيك كيكونوا فريمون جيلي وافي ولا تونيك مضيقه، مي بيسكو هذا كيتسد راه يعني مستوره ما غتبانش لا كانت مضيقه ولا هذا، مي كما كنقول يعني بانت لي كبيره تلبسها 42 حتى 44. الوغ بالنسبه لهاد لو دو بياس لو بري ديالو 380 درهم 380 درهم. غزال رائع في اللبسه، التيسو ديالو زوين، يتلبس اون 2016 ويتلبس في الصيف. اكيد غادي نخلي لكم الصوره ديالو جانبا باش تشوفوا كي كيجي في اللبسه. ثم نجيو لهاد لو بياس الراقي زوين، كيصلح خريجات شيواح حفيله مناسبه، فريمون زوين. حتى التوب ديالو غزال. الوغ هذا سي دو موف، ما عرفتش واش كيبان لكم في الكاميرا. وي فوالا كيبان ان موف، هذا هي لا كولور ديالو. فيه ليديدات اللي واسعين واسعين ومشدودين بهاد هاد الموزون اللي بيان سور على مود، اي بيان سور كله نازل بهاد الموزون هذا. فيه ما فيهش افتحات في الجناب. الوغ لي دو بياس ديالو يعني فريمون صيفي. التحتاني انا نوريه لكم، فوالا التحتاني ديالو سون مونش، يعني فريمون تبقاو اليز ومبردين في الصيف، ماشي عاد الكمام وفوق منهم كمام كما كتشوفوا، فريمون سون مونش. والكريب ديالو مبرد بارد وزوين في صاله راقيه، افيك ان بونطالون نيت في لو موف لو بلون ولا كاريمون ان بونطالون لارج، يجي فنيون في اللبسه. شي حاجه زوينه راقيه و ان ميم طون التوب ديالها زوين. الوغ هذا سي لا تاي 44 و لو بري ديالو 350 درهم، دو بياس تاي 44 350 درهم. هذا ديجا لو بري ديالو بري بروموسيونيل 350، نورمالمون كيديرو 400 درهم. الوغ 350 بروموسيون رمضان لي بغاه في العيد ولا هذا راه فريمون زويون. ثم كاين هاد لي 3 بياس، ماشي لي 2 بياس، لي 3 بياس. اون فيست في الكوغاي بهاد الزويوقات اللي فيها منبته، لا شوميز كما كتشوفوا في هاد الوريضه، لا فيست كتسد بهاد لي تروك، اي لو بونطالون بلون. الوغ من اللور فوالا ايلي سامبل، يعني داك الخطيط بلون راه دايز غير من هنا، وباردة يعني صيفية ربيعية صيفية. بالنسبة لهاد لونسومبل سي لا تاي 46 صغيرة، يعني نورمالمون تلبسو مولات 44 تال 46. مزيون كما كنت سبقت ذكرت بأن يعني هكا حفيلة العيد مناسبة عرضة خطوبة، مهم كيبقى واحد لونسومبل لي زويون. وفيه تا هو اون بتيت برومو بمناسبة العيد، كنت دايره لو 650 كيبقى ب 600 درهم، يعني عندكم ناقص 50 درهم كيبقى ب 600 درهم. وكما قلت لا طاي ما بين 44 46، ففريمون شي حاجه تري تري كلاس ما تفلتوهاش البنات. خلي لكم جانبا كيفاش كيجي في اللبسه ان شاء الله. ثم اخر قطعه دائما في لي 3 بياس، قطعه فيها بونطالون شوميز اي جيلي. الوغ لا كولور سي دو فير كيما كتشوفوا، هاد الزويوقه اللي فيه كله منبت بالعقيق. تحزيم فوالا كومون ايلي، بيان سور جيلي فيه السنسله، و الفصاله ديالو من اللور كيما كتشوفوا شويه مفرفره خلاوها. الحزام كيتعقد بالطرطقات، فريمون البيسه زوينه. بالنسبه لو بونطالون ديالو بونطالون نورمال فيت، يعني ماشي البونطالونات القصار، ولكن ديما كنقول ماشي مشكل هاد لي كيبغي لي بونطالون قصار يقدر يعني يدي هذا جوست الخياط كيدخل شويه في العرض كينقص الطوله، كيجيو هاد لي بونطالون اللي ولاو على مود ومجموعين وكيجيو مع الحويجات يعني زوينين.
بلوس كو لي بونطالون يعني نورمال فيت. الوغ بالنسبه لهاد لونسومبل سي لا تاي 44، غنخلي لكم جانبين كي كيجي في اللبسه كيجي رائع، و حتى هو فيه اون بتيت بروموسيون بمناسبه يعني اللي بغاه العيد باذن الله، كيبقى حتى هو ب 600 درهم لان لي 3 بياس كلهم كيديروا 650، كيبقى ب 600 درهم. ما تفلتوش شي حاجه، شي قطعه حليلوه وزوينه، واللي كيتقدم لهاد لا مارك راه غيكون عارف هاد لي موديل راه فريمون كيجيو في اللبسه شي حاجه راقيه. بالنسبه للناس اللي قالوا لي لا ليفريزون اي لو بايمون في لا ليفريزون، صراحه راه ما عمري ما درتو، يعني لي ليفريزون اللي كنديرهم انايا كيكون ان بايمون باغ كونت بونكير، فغتنتظروا تعطيوني وقت يعني بيد ما تبدا السيمانه الماجيه ندوموندي دي زانفورماسيون نشوف الحل، وانا معكم باذن الله. الوغ نتمنى يكون عجبوكم هاد لي زارتيك، مالي لك سيوات راه ما غنطولش عليكم، سينو الجديد ان شاء الله. فما تنساوش ان لايك ان بارطاج افيك لا فامي و لي زامي، وانتظروا فيديو المعجي ان شاء الله يكون فيه الكسيوات اي دي تونيك باذن الله.